الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية وهي الآية 53 من هذه السورة العظيمة، وهي سورة الأنعام، السورة التي فيها الكثير من النصوص، وهي كلها من النصوص التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الأحكام النافعة للعبد في أمور دينه ودنياه وأخراه. قال فيها رب العزة والجلال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وباختصار شديد جدا، الله عنده طريق، الطريق ده اللي بيمسكوا بينجو من عذاب الله ويدخل في رحمة الله، ينجو من عذاب الله ويدخل في رحمة الله وبموت حسن خاتمة. طريق ده اللي بيسلكوا بموت حسن خاتمة. والدليل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء الزول في الموت بيرجف، ناس بيرجفوا ما دارين نموت والموضوع ده لقدام وإلى آخره، قال لك ديل في الموت بيبشروك. ما في ناس عندهم معاصي والواحد ما تاب، لما نجي الموت يقوم يخاف، خلاص جاية ملائكة بعد شوية تنزل عليه وموت، وبعد دم فارق الدنيا ومقبل على الآخرة تلقى خايف. هون ديل في الموت الملائكة بتبشرون بيموتوا على حسن الخاتمة، وبعدين الله بدخلنا الجنة. والصراط المستقيم ده ابن عثيمين قال البسلكوا في الدنيا هناك في الصراط بتاع الآخرة بمج عديل، والبنحرف عنه في الدنيا هناك في الصراط بتاع الآخرة بنحرف وبقع في النار، في صراط فوق جهنم هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط بأنه مضروب بين ظهراني جهنم في صحيح البخاري، قال: فناجي مسلم، زول بنجو سليم هناك، تحت جهنم وصراط مظلم ورق من الشعرة وأحد من السيف، تحت جهنم وفيه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان. بعدين الزول يدخل الجنة بيطلع فوق الصراط ده بيمشي. الزول المؤمن قالك في واحد قال لك فناجي مسلم، فهو يمرق بغادي فضل الله تعالى، وناجي مخدوش، زول بيطلع ويتجرح بيجاي وبيجاي. وفي واحد كمان ده غير المؤمن قال ومكردس، ده بيقع في النار يتعذب. نعثيمين قال البسلك الصراط في الدنيا مستقيم هناك بمش مستقيم، والبنحرف هنا هناك بنحرف، والبسرع هنا في الطاعات تلقى سريع، الدعوة قائم نشيط، مش فتراني للزلزة والصلاة جاي تلقاه نشيط في العبادة، قال هناك بمش سريع. والبطيء هنا هناك بمش بطيء، شكي قال رب العزة والجلال قال فاستقم، ده معنى كلامه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. تميل هنا هناك طوالب تميل بتقع. الصراط ده يا جماعة باختصار شديد قائم على أصلين: الأول التوحيد،
أن لا يعبد إلا الله. دار تكون مستقيم خليك موحد، جدع الحجبات، ما تنادي الفقيه والشيخ، ما تمشي لزول تقول له رايح وين شوف لي، ما تمشي المرأة للشيخ تقول له شوف لي الجنة ديني الجنة. عقيدتك في الله تكون نظيفة صحيحة. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. توحد الله تخلاص سلكت الصراط المستقيم ماشي كويس. اثنين، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم الله قال له فاستقم كما أمرت، رسول ذاته صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصراط ده مشكلتنا مع الناس يا زول هوى، بنقول له تعال اسلك ونوعظه تعال اسلك الصراط ده يا أخي استقيم، يا بتاع شبهات وبتاع انحرافات وجماعات منحرفة، وذل تراه قاعدين لنا قطع طرق قاعدين أذى في الصراط، ورفع الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ذل نحن تراه بنميط عن الطريق. والله صوفية ينادوا الشيوخ، برع القوم قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، قال كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل، إسماعيل قبته وقعت فيه رب، ده اسمه مصيبة عليه يعني، وإن كان دي نعمة ذاته كونه تتكسر. وحواره ضبحوه إسماعيل كر كلام ده، جابونا ناس الجرائد جابوه جريدة الدار جابت الحوار ضبحوه كر تهو منه حارس للقبة ما قادر يحميه، يحميك انت في آخر الدنيا تناديه يا إسماعيل الحقنا. والله وللأسف الناس الكلام ده بجوطن، أول أمس في بور سودان مسجد بتاع سوق هناك نتكلم، قام الإمام كورك إمام أبو دقن دل ذاته في واحدين دارين نظافة عشان أبقى معاك واضح، قام لي قال لي أتكلم توحيد لكن ما تجيب الشغل ده، بعد شوية جا واحد جايط جاري، والله البلاوي ثقيلة ومصايب قاعدين لنا ديل ذاته يا أخي في الطريق، نحن والله أذى في الطريق بنشيله ورا، ما تقول لي عامل فيها فلان ولا علان، كلهم مرض. لذلك انت الصراط ده عديل، لا تبقى صوفي، لا تبقى أنصار سنة، لا تبقى سروري تكفيري، لا تبقى داعش، لا تبقى حزب أمة، لا تبقى بتاع بغادي ديلك بتاع نبطاقية ديلك وبجلابية حزب أمة، ولا تبقى أي شيء، أبقى حر. ذاته كان جيبنا ورقة وقلم قلنا لك سجل أبقى مارق مننا، أبقى حر. أنا والله إذا عجب من الناس يا أخي العتوت انفتحوا له الباب بيبقى مارق بريد الحرية، ديل تقول لا أبقى حر ينطح فيك إنت خلاص يترمي أبقى حزبي أسوي لك شنو يعني، ما تبقى حر. يقول لك لا لا إنت رأيكم شنو رأينا شيخك ده قال بحب البورة، إنت ما عارف لأنك كشفناه تحب البورة هاي ده الهدية اسمه، نازل لخبطوها هوي عشان ابقى معاكم واضح، نازل لخبطوها والله وافسدوا في دين الله تعالى، ودول يكشفوا ونحن بنصبر لكن عندنا حد. ابو اسماعيل الهروي قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك وانما يقال لي اسكت عن من خالفك فاقول لا اسكت، لان ده ما بنسده الا تقطعه، تقطعه بنكتب، تقطع اليد بنية سايب نازاك يمكن الله يتقبل، انت مالك تعبان ليه؟ والله الذي لا اله غيره، بعد الحزبين ديل ناس مرض، والله الذي لا اله غيره، تردمن يكوركو تسكت يقول لك مالك سكتة، دارين الردم براهم دارين الشغل ده، ويعودوا ما خلاص بقت تجيونا اكولة كما الدون صوت بتجيونا اكولة، انا من جايها كالصنفرة قاعدة والبونشي قاعد، تاني في شنو؟ لبلاوي يا أخي ومصائب قاعدين لنا قطع طرق يا أخي، مسجد تمشي تتكلم يقوم لك أعمى، زول أعمى ما شايف يكابس بعكازه، لما نلقى المتحدث يدي ضربة عليك الله ده ما مرض، تمشي مسجد
زول ابو دقن يخنقك. مشيت مره مسجد في مدني خانقني ابو دقن صوفيه قاعدين ردمتهم صوفيه قاعدين ما طواقم خضر ساكتين ابو دقن خانقني. يا ابو دقن ما فيك الشغل كيف؟ والله الذي لا اله غيره نسوي شنو يا جماعه؟ احنا الشغله دي اتلخبطت عشان كذي ما يجي زول يا جماعه في عندكم تنبزونا ساعه تقول لنا ده كذي زول طقوشك طاير ابو دقن في السوق يقول لك شفت ابو دقون ديل؟ لا لا شغلته دي عنده لخبته. واحدين بيقوا برضه غلبتهم الشغله بيقوا سووا كارلويس وشريط وبرضه دقن وهمه جابوها جديده تابعين ل 50 سنت ولا اسمه منو ذاك بتاع الفنان ذاك الغربي واحد كذي فيهم تخين وعنده الشغلة دي برضو يجوا ينسبوها لنا. بلاغاتية برضو ينسبوها لنا، تجانية برضو ينسبوها لنا، ديلك بتاع إصلاح ينسبوها لنا، سرورية ينسبوها، بتاع مركز عام ينسبوها. يا ناس الدين ده واضح، أبقى حر مستقيم، لا تبقى أنصار سنة، كلام ده واضح، ولا تبقى تكفيري. سرورية ديل دواعش ديل بيقوم بيك يا أخي، تجي لأمك يا حاجة رأيك شنو في الرئيس ده؟ كافر ولا ما كافر؟ والله ولدي النعوز عواستنا دي ما كافر، بيقوم بها بالصاج بتاعه بيبقوا مارقين، بيقتلها بيقتلها ويبقوا مارقين سوا، تبقى في نوع ده شغلته جايته. أمك دي بتستأذنها وأبوك تستأذنهم في الجهاد تجي جاهد في ونون، ده فاهم شنو ذاته؟ موضوع ذاته غريب والله. ناس ملخبطين هذي اللي بجنب تاعين التبليغ ديلك يجوك مسجد خمسة صفوف املوا صفين ورا هدوم، والله تلقى الجامع برا الحوش معلق فيه سلك وفيه سراويل، ما تعرفوا جامع ولا اجروا له بيت عزابه. تلقاه بلاغاتيه ديل بتاعنا الروز وبتاعنا وين يجوا برضه لافين، تكلم في التوحيد برضه يصر لك. مشاكل بقت طويله، الخنقه بقت من احنا بقينا مسردبين بس، نادي تضرب بيجاي وبيجاي وثابتين الله يتقبل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن ندافع عنه. فدي كلها لخبطه يا جماعه، ما تتخدعوا ناس، ما تتخدع. خلي الطوائف دي كلها صوفيه بيجاي يا اخي برع يقول لك نادي اسماعيل، بيغادي عبد المحمود نور الدايم يقول لك الملك بيغلط، اجي للشيخ وقعت منه هفوه قال الملك، جل الشيخ شفع لي عند الله سبحانه وتعالى. ملائكه دي في كتاب النصره العلميه لاهل الطريقه الصوفيه، ده عبد المحمود نور الدايم، ده مش بغالي التجانية، ده قال شيخ لاقى الرسول في صحراء سيناء صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، قال لا قاعدين ما في النوم، رسول في صحراء سيناء، لقيت واحد تجاني قاعد يكورك، قلت له ده أسألك سؤال، التجاني بلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أي، قلت له لما يلاقيه يقظة قبر الرسول في المدينة بيكون فيه الرسول ولا بيكون مرق؟ سؤال، قبر الرسول هناك بيكون فيه الرسول ولا بيكون مرق؟ والله قال لي سؤالك ده أول مرة يجيني وبقى مارق، ثاني ما جاني، ما سؤال واضح. أنت قلت الرسول لاقاني قضى هذا قدامي ما في النوم، طيب لاقاك هنا في المدينة الرسول قبره صلى الله عليه وسلم فيه هو ولا ما فيه؟ لو قلت فيه بيقوا رسولين، ولو قلت مرق ما فيه، مشكلتك دي طويلة. كيف تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خرج وجاء المنطقة اللي انت فيها؟ فلذلك يا جماعة دي كلها هوس وطرق منحرفة والله الذي لا إله غيره. تروح المرة حاجة ودوها للشيخ، رايح أشوف لي وين وجيب لي كذا، وأدي هيبات هاك لي الباقيات جيب لي ديلك، والغنماء رايح أشوف لي وين، وسووا قصايد خدعوا بها الشعب والله رقصون. واحد يا اخ فنان بيقول له الجزار ده قلب من الغنى خش مديح، مسكوه مكاشف القوم مولو موله ما شفتوها بختموها الحفله، خلوا بوب ومارلي والشغله دي بيقولوا ختموها بمكاشف القوم، مكاشف القوم مولو موله لكاكين سكاكين ما هل شنو ما بعرف. بعد شويه حمار وقع في الطين الدول بنزين، في حمار دار بنزين انت بتفهم كيف وشنو ما بين ويئين، في النهايه اختموها يا هادي اهدنا يا هادي تريريم يا زول الله بيدعوه بموسيقى يا هادي اهدنا تريريم تريريم، انت بتلعب بدين الله سبحانه وتعالى. ويجيبوا بنات يا اخ في قناه ساور وفي اذاعه الكوز، يجيبوا بنات في قناه ساور يا اخ
متبرجات وأحمر شفايف وتوب كيف شغالات. أحمد يا حبيبي سلام عليك يا بيت كلام ده كيف والله. وإذاعة الكوثر زاعة فاشلة يجيبوا بيت تتصل قالوا معاك حكمة تفضل يا حكمة. يوم الأربع قبل كم سنة يا حكمة نحن اتفضلي والله أنا رأيت الرسول في المنام جاكم في إذاعة الكوثر. ديلك بدل يقول لها شغلة دي يمكن هناي ولا كذا قال له هاي جبريل وميكائيل قاعدين في الاستوديو. جبريل وميكائيل في الاستوديو بتاع الغنى نازل بيلعبوا يا أخ بالدين داك ركيني بغادي. قال الرسول في المنام جاهم في الكلاكلة مربح ستة وكل معهم بالتيخة. ديلك بغادي أي زول غلبته الشغلة دار يسوي له طريقة جديدة والله الذي لا إله غير داك اللمين داك داك بتاع داك حوار وتكسي ومحايته بيبسي وشنو كذي جلكسي برضو في حاجة كذي جلكسي بخرة ولا غيره الله أعلم جلكسي. قال لامي بنات وأولاد وقال بايعوا الفنان منو وجابوا كذا وإلى آخره وبنات بيجاي تمد لي يده يمد يده والبيت راقدة في يده وخاتة وشها في يده. يا ناس ده ما لعب الدين والله الذي لا إله غيره. بنات متبرجات وأولاد واختلاط وكل هوس. الدين ده دين نظيف نزل به أخ جبريل 600 جناح من السماء نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام نظيف. رسول تركنا على مثل البيضاء على المحجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ناس ترجع للأمر العتيق الدنيا دي في حدود الشرع ما حرمنا عليك أكل أحسن أكل. ما تصدق الصوفية شغالين ساري الليل للقرض قرش. قال لك قرش قرض منه ساري الليل للقرض قرش. ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش. هسيدة دي سرتي حرتي سرتي ما هو الفجل ما هو البامبي دخل بلياء طلع كيكي. هسيدة دي ده دين ده ده ياتو دين ده ده دين إسلام كلها لخبة يا أخ لخبة دين الله. والله الدين ده نظيف توحد الله الخلق الكون سبحانه وتعالى. ولك يا أخ الشيخ ده بأكل الكسرة بأكل كم نفر 200 باقي العالم باقي العالم ده شتل بأكلوا منه. الناس بيأكلوا مندي دي لأكلوا منه بيأكلوا في الأقشة دي لأكلوا منه كسرة حامضة ذاتها والشيخ بيأكلها معاك اديك في الكسرة برة وتهد بيضرب في العتان عتان ضبحوها والداوين ما هو بجيها جوا قالك قاعد وده بيأكل لك كسرة حامضة وتلقى يلمع يقول لك الزول ده ناظر وشو ناظر شغال شنو وشو ناظر مزول قاعد في المروحة والمكيف ما بيبقى ناظر ليه. إذا رلادي وشو ناظر اللي اشتغل طلبة تاني يشوف الحاصل نقول لها لخبة يا أخ ولك بأكل الكسرة وبأكل هنا باقي العالم وصف المشكلة لكن الدين الزول يبيع عشان لكن الله بأكل العالم ده شد كله وديل بيأكلوا وبدوا الشيخ الشيخ ذاته بيأكل معهم بدوا بياض 50 وكسرة وعصيدة رأس ماله 3 جنيه في 47 الشيخ ودا وين ده مش سؤال وجيه. الشيخ ده ودا باقي القروش وين يقول فيك انت يدوك فيك مقلب والله الذي لا إله غيره. الله ذا بأكل العالم شد وما أبزول بأكله ولا محتاج إلى الأكل سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم بأكل ولا يطعم ما بأكله سبحانه وتعالى. غني عن العالمين عظيم جل وعلا يا أخي. زول مرضان مريض تلقاه مرقى في آخر الدنيا تايلندا جايبين الجيلي جايبينه من تايلندا عيان وجايبين لغاء قال الشيخ بيتكلموا عن المهيوبة وبيتكلموا عن الأكل ويتكلموا عن أشياء تاني. بخرات تعال جاكيتا محايات تعال جاكيتا ما بخرات في الدين. قرآن ده الله نزله شان نتدبر ونعمل به ونعبد الله به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله القرآن الله نزله عشان نستفيد منه
ونعمل به واجر دل ما شو عملهم حيات وبخرات هون يمرضوا يمرقوا تايلندا والأردن والبرع مرقى في مصر وجا راجع وما مات في المسجد البرع ما مات في المسجد مات في ساهرون البرع مات في المستشفى ليه ليه وكنت شغلتك دي أصله تدخل الشباب الناس يا أخ مالية تفال تف تف تتفتف للناس خشمك ما معروف فيه فيه مصدي ولا فيه تتنس ما معروف تتفتف للناس يا أخي يشربوا في مويتك وإنت تمرض تمشي يدوك حقنة ليه تغش المسلمين يا أخي ما تشرب إنت وكنت فاشفة إنت ماشي المستشفى ليه تمشي ليه المستشفى غشوا الناس ونساوين المسلمين ودوا يا أخي وكلها لخبطة يا أخي يا أخي تسوي قصائد والله كلام إذا ما تشوفوه تقوله شديد ولا كذا كلام ده الناس يسوي قصائد كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل جبال جبال واحد من أخوانا بيتكلم قال واحد جار هنا قال كباشي بدي جنة ونحن الموضوع ده والله ما نقيف منه إلا في النهاية رب العزة والجلال يضلنا ولا نموت لكن حيين كذي أبشروا التب حيين وعقولنا ده معانا والله ما نقيف من الموضوع ده أبدا نواصل فيه كذي حتى نلقى الله تعالى ناس يا أخي شيلوا حق الله يا أخي قال كباشي جبال واحد قال هنا كباشي بدي جنة الليلة دي بلاغ واحد حكى لي الكلام ده هنا في الفريق ده وقبل فترة واحد ناغشته بيجاي برضو قال هاي كباشي بدي الجنة هاي كيف ما بيخلق قال كباشي يا أخي بدي جنة بدي جنة كيف نحن أسي ما عندنا جنيات أدانا كباشي أجي الجنة اللي بدينا ليه والله عنده أضانين كباشي بدي جنة جيبوا لنا جنة فيه ثلاثة يضنين عشان نصدق انتو عنده أضانين يقول لك ده داو كباشي وده دا الله أداه والله كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي دي عقيدة تخليها وأنا محروق من الناس والله الذي لا إله غيره أقول لك إنتوا بتجيبوا أسماء الناس اللي وما نخليكم ما بتخلينا دار تعمل شنو يعني والله بيننا وبينك أن نتوجه إلى الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى زول يا أخي الكبل البص إلقى ناس محمد موسى والعطالة ديل بتاعنا النكات ديل مين وعطالة يجيبون نكات في واحد شايقي واحد جعلي واحد أبكر واحد منه ما يخلي قبيلة يجيبها والسفلة جماعة قاعدين فرجوا ينبس ويجيب ويستفز القبائل والجماعة قاعدين ويجيب في النكات يضحكون نحن نقوم لا بنصل جعلية ولا شايقية ولا هوسة ولا مغاربة ولا قبيلة ولا بنصل قبيلة من القبائل لأنه ده ما من ديننا ديانة لله تعالى عندنا إن أكرمكم عند الله يتقاكم بنقيف نتكلم ولا قبيلة ومن صلاة نتكلم نقول البرعي قال كذي هو فعلا قال لو ما قال معليش ولو قال الكلام ده تحت السرير ونحن مرقناه معليش هو قال وكتبه ونشره بين الناس يعني لما نقول قال هو قال الكلام ده ونشره بين الناس نجي نقول الزول ده قال كذي والله الخلق الكون قال كذي ضد كلام الزول ده تشيلوا كلام منه يا ناس يكوركوا فيك ولك ما لكم على الناس وبتاع النكات ده رأيك بشنو بتاع النكات ده ضحكك قبل شو انت عشان ضحكة ترضى الكلام في الناس ونحن عشان كلام بغضب الله سبحانه وتعالى دارين نرده تزعل مننا ولك الناس زول ما خلوا زول إلا جابوه ما خلينا زول إلا جبناه بنتلاقى قدام عند الله عند الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والله نحن جاهزين للشكل دي يوم القيامة إن شاء الله جاهزين يفتن قيف بين يدي الله تعالى ناس شالوا حق الله يا أخي الله يا أخي بيخلق يقولوا كباشي بدي جنة الله سبحانه وتعالى بيرزق يقولوا حجاب بتاع رزق الله سبحانه وتعالى بيدفع الضر يقولوا حجاب بتاع سكين الله سبحانه وتعالى بيعلم الغيب يقولوا قوماك نزاور
الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده ما حق الله شالوه؟ زول لو مرق الشارع لقى زول ماسك أبوه ودق بل واطه، يمسك في أبوه دق بل واطه، بيخليه بيمشي زاي؟ قول مالي ومال الناس؟ ولا بيملى يده وبيجيها الزول اللي بيشاكل في أبوه ده؟ انت زول بيسيئ لي الله سبحانه وتعالى بتخليه ساي؟ ينبي ظل الخلق الكون تخليه ساي؟ يشيلوا حق الله يا أخي. كتاب يا أخي بتاع الطبقات قالوا فيه صفحة 116 ديل الصوفية أعداء الله تعالى بملء الفي، والله والناس ديل نبغضن. وكما نتقرب إلى الله بالحب في الله نتقرب إليه بالبغض في الله سبحانه وتعالى. نبغض الصوفية والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والحزبيين بشتى أنواعهم ديانة لله تعالى. ناس يا أخي مرض، ناس الدين ما بهمهم، دين الله ما بهمهم، عشان واحد يأكل ويشرب ويغش النساوين يبيع الدين كله. والله الذي لا إله إلا غيره دارين يضيعوا الشباب ويضيعوا الأمة ونخليهم نقعد نتفرج. والله ما نخليك شفت نكشفك ونبين حالك للرأي العام عشان الناس تبقى أحرار. دجالين يا أخي ركن، واحد سوي له أوضة وبخور فكي بابلي، نحن شفت نردمك كذا لما قلبك يقيف بابلي وأنا بجيب الرايحة، والشيخ ذاته رايح ما عارف الدرب بيوصل لي الله ما عارفه، كله هوس وبتاع مرض وعلقين حجابات. تفتح الحجاب يقول لك من القرآن، تقول له إذا حجاب شنو؟ يقول لك محبة. وذول دار يحب لبيت ودار يلخبط معاه، بتقرب بالقرآن، قرآن نزلوا له إذا زول دار البيت يقرب منها ويغشها. قالوا يا سوزو كيف أصبحتي؟ تمام يا حمودي. ديل باقي لك يلبسوا حجاب عشان يقربون للشر ومن القرآن، من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن جل الهدى ولا للضلال؟ قال تعالى إن أنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب الطبقات ده صفحة 116 ألف محمد والضيف الله. قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام. كلامنا ده عشان نساوين جوا في البيوت يسمعوه، والشباب بيلعبوا كشتينة يسمعوه جوا هناك، ضمنا يسمعوه، بتاعين حديد يسمعوه، بتاعين شاي يسمعوه، عطالة هناك ملمومين محروقين مننا يسمعوه، يخش بغادي يمرق بغادي تموت كمد، ما عندنا لك شيء. والله الذي لا إله غيره دين الله تاباو تعكر مزاجنا يا أخي. غضب يا أخي والله بقينا خايفين من عذاب الله. والله أنا بركب العربية بقول هسي يمكن تنزل حاجة، هسي تاخد كراك تلقى بيت متبرجة بجاي، تاخدش البيت مشغلين مسلسل، تمشي الحلاق يقرب يقطع عليك أضانك من الرقصة، أوك صرف النظر عني. طيب ما تشوف لك موضوع تاني وكتصرفه، يلا تشوف لك موضوع. تمشي تشرب عصير تلقى العطالة شغالين برضو، أوك أشكيك لرب الكون، تشكية مالك معاه، تشكية ليه؟ تمشي بغادي دار برضو دار تشتري لك قش، تلقى بتاع القش متعلق سماعة، عصيان الله سبحانه وتعالى. وشفت شوالات بتاعت معاصي شغالة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حليم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يا أنا أسي مشيت السامراء وأسي الدروشاب البيت جاي الدكان، بيت يمكن في ثانية سنة ولا ثالثة، بيت شابة ذات بيت مبهدلة شكله، ما أعرف الناس ذات أي شيء بيقى يعجبون لخبطة ساي. الولد جنبه ماشي وراه وهو يشاغل فيها، قالت لي انت ماسورة ساي، لما انا تكيفت ذاته اديه طوالي والى اخره. والله الذي لا اله غيره ما تكلم لي في موضوع مهم كيفوني كونه ردمته، قالت لي انت ماسورة ساي. ودي من السب تردم في كم شيء الزواج عشان تشوف الحاصل، يا كله لخبطة يا اخ والله يحيرون ذاته. تركب الحافلة تلقاهم يتونسوا وتشمشموا زي الغنم، يقربوا من بعض تشمشموا. والله الذي لا اله غيره يا اخي معقوله يا اخي؟ بلاوي يا اخي، ناس يا اخي ومصايب ثقيله جدا. تمشي اي محل، تمشي الجامعات تقول ديل بيقروا، يقروا وين ها؟ وديل ملخبطيننا يا اخي. مشينا بورسودان يا اخي لقينا الاولاد محننين في التخريج، محننين اي واحد ما يده للبيت وتحنن له،
قلت له انت والله وي انت شغلاتكم دي ما كويسه كلهم سفهاء والله الذي لا اله غيره. فالموضوع ده طويل. قال لك قال طبقات الاولياء على ثلاثه اقسام، قال صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات، وده كفر بالله تعالى. ننطق بالغيب، غيب ده قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. قال الوسطى ان يعطيه الله الدرجه الكونيه حيث يقول للشيء كن فيكون. قال وهذا مقام دفع الله ولديه، ده بيقول للشيء كن فيكون. باقي لك في صوفي بيقول للشيء كن فيكون ونحن قاعدين، نحن هم محروقين مننا. انت بتقول للشيء كن فيكون ونحن قاعدين ليه؟ ما تقول لنا كون واقشه، انت خلينا ليه لاسي والله. قال الكبرى قال القطبانية، وقال الشيخ بلل، وده اسمه بلل، ده باقي لك بخوش معانا واسمه بلل. قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب. قال شنو؟ اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. يا ناس والله الذي لا اله غيره لأن في خطر والله، والدعاة الى الله يشتغلوا دعوة والناس تبلغ في كل مكان والناس تردم الجماعة ديل دعاة الشرك تديهم حقهم بس صدام طوالي، دعاة الحزبية ما تريحهم تديهم طوالي، ما تقول ديل تديهم طوالي، دي الناس مرض واقفين لنا عثرة والله حجر عثرة في الدعوة إلى الله تعالى. ناس مرض يا أخي، ميكروفونات تسمع البلد، تقف تتكلم يقفلوا منك. ولكن احنا عندنا مؤسسات، واعدين واحد هناك في رفاعة قال عندنا مؤسسات وبتجي انت من هناك تسوي لنا مشاكل وتمشي. كلهم مرض يا اخو، بتاعهم بلاوي يا اخ، شغالين كلك حلو مع الصوفيه يا اخ، مع الاخوان المسلمين شغالين، بجاي مع حزب الامه تكلموا برضه يشكروا فيهم، كلها هوس. خدعوا الناس والذي رفع السماء، خدعوا الامه. تخش الاذاعه تلقى محمد الامين شغال، ده مرض في البلد دي يا اخ. براهم قالوا زي ديك العده ما شفتها، عشان ما تقول لي انتوا بتتنبذوا كذا، براهم قال كلهم سفله وكلهم هوس ومرض وهل بدع وكلهم أعداء لهذه الدعوة. كلام ده ما تشوفه كلام غضب ساي. والله الذي رفع السماء، والله بيسألون إذا ما تابوا الله سبحانه وتعالى بيسألون إلا أن يتجاوز، لكن في نهاية المطاف هون على خطر. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه رسالة تصل لأي حزب إذا مد الله في الآجال، كان متنا ترى واشكروا الله قولوا ارتحنا، لكن حيين كذي أبشروا طوالي كشف تقيل. الحركون ده ما بنقيف منه لأنه أهل بدع وأهل ضلال، ولأنكم بالدار الحق هذا واضح تدسوه، والدار أهل الباطل تميعوا الدين، وده دين الله شريف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نحن نبذونا قالوا للرسل نحن بضرنا شنو؟ ننشر الدين ده ونجتهد في طاعة الله. في شباب إن شاء الله فيهم خير بيستقيموا، فالناس توحد الله وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم والشوق الدرب. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.